بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا أعنا حتى لا يطغينا الشيطان، واجعلنا ممن احترموك كرحمة، واستثقوك كأصدق الصادقين. آمين يا عظيم يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركات ورضوان، ولا عدوان إلا على أهل الشقاء والعدوان. ناخذ حديث آخر رواه تقريبا الطبراني والترمذي رضي الله عنهما. نعم، يقول نبينا وقائدنا الأعظم عليه السلام: لا يدخل الجنة، لا، بئس العبد عبد تخيل واختار. واختار ما خلا شيء، المخيلة متاعه مريضة 100%، يتخيل ويختار. تخيل أنا أعظم الناس، كما قال فرعون الكلب رمسيس الثالث تقريبا. بئس العبد عبد تخيل واختال. ما يخافش الحديث هنا يا ناس، اتمعنوا لأنه يعنيكم. وعلاش الأمة بين الظفرين الإسلامية والجماعة الكربية خازيق؟ لأنهم عندهم هذه والعياذ بالله هم لا يعلمون. ولا ليش تتحفظ؟ وليش عندك خيال منحرف؟ يتستقيم ومنع من اللئيم الشيطان الرجيم، بس ما تخسر انت. والسلام.